وقف موسى عليه السلام وبنو إسرائيل ليصلون صلاة الاستسقاء، فبعد ما صلوا ما نزل مطر. فسأل موسى الله عز وجل فقال له الله لا أستجيب لك ولا لمن معك، فبينكم عبدي يعصيني منذ 40 سنة، منعتم المطر من السماء. فقال موسى وماذا نفعل؟ فقال الله عز وجل أخرجوه من بينكم. فقال موسى عليه السلام يا بني إسرائيل بيننا رجل يعصي الله منذ 40 سنة ولن ينزل المطر حتى يخرج. فعرف العبد نفسه. وش قال العبد بينه وبين نفسه؟ قال يا رب أنا اليوم إذا خرجت بين الناس فضحت، يا رب ليس أمامي إلا أن أتوب إليك فاغفر لي واسترني. فبعدها يا جماعة نزل المطر. فقال موسى يا رب نزل المطر ولم يخرج أحد. فقال الله لموسى نزل المطر لفرحتي بتوبة عبدي الذي عصاني 40 سنة. فقال موسى يا رب دلني عليه لأفرح به. فقال الله لموسى يا موسى يعصيني 40 سنة وأستره، أيوم يتوب إلي أفضحه؟